لما يجي لك البوست على الكمبيوتر في اتصال بينك وبين الادارات امال الورق اللي بيطلع من عند الدكتور ده بيتصور على الفيسبوك ده بيطلع من ايه؟ ولا تبعته واتساب؟ خير ان شاء الله. مش عايزين موظف دلوقتي، مش عايزين اللي هو واحد يشتغل موظف، لا انا عايز واحد بيشتغل كل حاجه في شغلته، مش بيشتغل كل حاجه يعني يعمل، لا يشتغل كل حاجه في شغلته المطلوب منه واللي مش مطلوب، مش كل واحد يطلع جواب. يعني رئيس الوزراء احنا في مجلس المحافظين يقول لك في واحد طالب حاجه انا بعت جواب، هتخرج الجواب راح فين؟ للمستشار سيد الطحطاب. طب ساعه المستشار سيد الطحطاب بقى له قد ايه؟ 4 شهور. هو معاك رئيس الوزراء بيقول كده، استنى 4 شهور. لا، اللي عنده حاجه مهمه يجي بالحاجه المهمه ويعرضها بنفسه عشان ياخد قرار عليها على طول، لكن مفيش بقى ايه؟ احنا بعتنا جواب يا فندم، انا بعت جواب. طبعا انت ما تقدرش تستعمل الجهه الاعلى منك. فخلاص انا بعت جواب وامنت نفسي، ده مش الكلام ده. انت تجري ورا الحاجه لغايه ما تخلصها. لو حاجه ليك انت هتيجي وتجري وتقابلني وفي الشارع